واش الخوت كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله الموضوع اللي غادي ندوي عليه هو 10 الماطر للمبتدئين اللي تقدروا تبداو بهم. نبداو اول حاجه اسهل ماطر للمبتدئين اللي يقدروا يبداو بهم هما اوتوماتيك، يعني ماشي الروتير ماشي الفيتاس. في الاوتوماتيك كاين اول واحد اللي انا مجربو، كنت جربت الايروكس الاولى والايروكس الثانيه، موتور زوين تبارك الله وكيجي مع الدراري دريات كيجي مع اي واحد. كاين اول موتور اللي هو الايروكس، انا غادي نقول لكم عشرة المطر والثمن ديالهم. تا كاين الايروكس، كاين ستانت، كاين نيوز، وكاين الجوك، وكاين فيسبا، هادو خمسة المطر، وكاين كيواي لوجيك، وكاين الكيمكو، وكاين سبيريت، وكاين ابريليا، وكاين الغارلي. نبداو دابا باول واحد اللي هو الايروكس. الايروكس كيف ما كتعرفوا موتور تبارك الله مشتت وكيجي مع جوج بلايص مزيان، عكس سانت اللي كيجي في بلاصه وحده، واخا كتركب معاك جوج يمكن لك كتمشي معكش. الايروكس تبارك الله عنده واحد ديزاين زوين وديكوراسيون زوين ومتيسعة. نبداو بها الثمن ديال الايروكس لونسيان، كدير ما بين 8000 درهم حتى 9000 درهم. ولا بغيتي تجيب شي حاجه مزيانه باقا نقيه غادي تعاود لك مليون حتى مليون و2000 درهم في حالك. وندوزو للسانت. السانت ما فيهاش سيريات بزاف، داكشي علاش الثمن ديالها ما كيطيحش على مليون. الثمن ديالها الا بغيتي تجيبها مزيان غتعول على ديك مليون حتى مليون ونص، هذا هو الثمن ديالها. وموتور زوين تبارك الله. ندوزو دابا للنيوز. النيوز موتور بعقلو كيبان، الثمن ديالو على حساب النقاء، ما تقدرش تعرف الثمن ديال النيوز. تقدر تجيبها ب 5000 درهم على حساب النقاء، تقدر تجيبها ب 7500، تقدر تجيبها حتى بمليون و2000 درهم، هذا هو الثمن باش معروف. وندوزو دابا للسبيريت. سبيريت الثمن ديالها اللي معروف ما بين 7000 درهم حتى 8000 درهم، وموتور تقريبا راه داير بحال السانت، غير السانت عنده واحد ديكوراسيون زوين على هاد سبيريت. سبيريت موتور كيبان بخير الا كنتي غادي تقرا به اولا غادي تخدم به، المهم موتور زوين للمبتدئين. ندوزو دابا الفيسبا. فيسبا الثمن اللي معروفه به هو انه ما كطيحش على مليون، غادي تجيبها حتى بمليون، تقدر تجيبها على حساب نقاع عاوتاني. والموديل ديالها واصل حتى لمليون ونص، حيتاش موتور زوين تبارك الله وعندو واحد ديزاين زوين وديكوراسيون، ما بين مليون حتى لمليون ونص، هذاك هو الثمن ديالو. وكاين الفيسبا اللي عندها 300 في سيلندري، انا ما داويش على اللي عندها 300 في سيلندري، داوي على اللي عندها 50 سي سي في الثمن. وندوزو دابا للكيمكو. الكيمكو الثمن اللي معروفه به لونسيان ما بين 7000 درهم حتى 9000 درهم، هذه لونسيان ولا كانت باقا مزيانه كنقول لك. والنوفو ديالها من لاجونس واقيلا كتخرج بشي 10000 درهم بحال هكاك، ولا ما عرفتش مليون و2000 درهم، مليون و3000 درهم بحال هكا. النوفو ديالها تقريبا تجيبها بديك 9000 درهم حتى المليون حتى المليون و1000 درهم. وندوزو دابا الموتو جوك. الجوك الثمن اللي معروفه به 8000 درهم، تجيبها كذبح، يعني كذبح يعني شي حاجه زوينه ونقيه، هذه في الجوك. وموتور تبارك الله زوين، اعطي واحد ديزاين زوين وعنده واحد ديكوراسيون زوين. المهم قبل ما نكمل لكم هاد لي موتور لي مبتدئين، نخلي لكم الانستغرام ديالي، اي واحد باغي نصائح حول الموتور اولا باغي يبيع شي موتور اولا باغي يسريه يتواصل معايا، راه كندوي مع دراري. مرحبا بالدراري ومرحبا بكم كاملين. وندوزو دابا لكيواي لوجيك. كيواي لوجيك الثمن ديالها 8500 9500 مليون مليون و1000 درهم على حساب النقاء وعلى حسب الترقيم. هاد الكيواي هي راه 125 في السيلندري، دونك غادي تحتاج البيرمي. وندوزو دابا الموتو ابريليا. ابريليا الثمن اللي معروفه به الثمن طيح تقريبا ديك 4500 5000 درهم 6000 درهم على حساب النقاع عاوتاني. هي ابريليا معروفه الثمن ديالها طيح، نقدر نقول لك بلاد ما بقاش كياخذها بزاف، وهي راه زوينه تبارك الله. موتور كيجيني انا محقور واخا موتور زوين. وكاين موتو غارلي. الموتور غارلي الثمن اللي معروفه به حتى هو ما بين 7000 درهم حتى 8000 درهم. دونك الدراري تقريبا كنظن بقيت قلت لكم جميع الماطر والثمن ديالهم حتى هو راه على قد الحال. واخا قلت لكم الثمن ديالهم راه ما كاينش انك راه اللي قلت لك 8000 راه غتمشي تاخذو ب 8000، راه انت راه يمكن تشطر على راسك تقدر تاخذو بموتور طيح وتكسبو عندك الا كنتي باغي تخدم به اولا باغي تقرا به. المبتدئين قلت لكم جميع الماطر الزوينين اللي كاينين من بين هاد 10 الماطر اللي قلت لكم، انا غادي نقول لكم بجوج اللي كيعجبوني انا واللي عندهم واحد لوديونس ديالهم بوحدها وكيسيركليو في وسط كازا بزاف. الموتور اللي مزيان قبل ما نقول لكم دوك جوج، كاين نيوز والفيسبا. الماطر تبارك الله بعقلهم
وديما كنت فيما كنشوف شي واحد راكب على النيوز والفيسبا كيكون اجي شويه ما كيكون صغير، مؤخرا تلاح ولا دراري شويه صغار. مي هاني هذا ماشي واحد الحاجز اللي غيخليك ما تاخذوش، انت اللي خديتي الموطور غتاخذو على لوبجيكتيف ديالك. هادو جوج مطار اللي قلت لك كيبانوا بعقلهم، جوج مطار اللي قلت لكم عندهم لونديونس، انا اللي مدوز منهم جوج هما الايروكس وكين سانت. كاين هاد جوج مطار باش نخليكم تعرفوا عليهم اكثر، كنت ديجا درت واحد الفيديو عليهم كنت قارنتهم بجوج. انا غادي نخلي لكم بريزونطاسيون اولا لانفورماسيون ديال الايروكس ولي زانفورماسيون ديال السانت باش ديكوفريهم مزيان. وهاد المطار بجوج ديجا دير عليهم انا فيديو خاص قارنت الايروكس مع السانت، انا غنخليكم الفيش الفوق وركو غير على هذا غادي تعرفوا، وغادي تدخلوا اوتوماتيكمون الفيديو اللي كنت شرحت فيه. دونك دابا غنخلي لكم لي زانفورماسيون ديال الايروكس ولي زانفورماسيون ديال السانت. السانت هادو هما لي زانفورماسيون ديالها. ايطا ديسپونيبل اي انها موجوده في السوق، كون كانت انديسپونيبل ما موجوداش. دات دو سورشي فرانس جونفي 2006 اي انها خرجت من فرنسا في جونفي 2006. كونستركتور بحال قلتي الشركه ديالها هي ام بيكا، هي الباني ديالها هي اللي خرجتها. ديستريبيتور ديال اي انها من خرجات خرجت من لا فرانس. وطاريف ابارتيغ دو 2599 اورو اي الى حولنا العمله ديالنا اللي هي الدرهم هي 2,8349 درهم. هذا هو الثمن باش كتخرج من لا ميزون. الا بغيتيها بون اوكازيون غادي تعول على مليون والفوق. وفي السيلاند غير فيها 50 سنتيمتر كوب يعني ما كديباسيش 80 كيلومتر في الطريق. وكاتيجوري اللي هي صنف سكوتر سبور بيرمي بي اس ار سور ام اللي هي كتعني اونسيان مو بروفي دو سيكوريتي روتيير اللي هي كتعني تكون عندها واحد شهاده السلامه على الطرق سابقا. لكن هنا في المغرب الا بغيتي تسوق هذا الموطور ما غاديش تحتاج البيرمي، لانها في السيلندر غير عندها 50 سي سي، كون كانت 125 بحال اس اش غادي تحتاج البيرمي ضروري. هادشي اللي شفتو دابا البريزونطاسيون ديال السانت. ندوزو دابا البريزونطاسيون ديال الايروكس، من بعد ما نعطيكم البريزونطاسيون ديال الايروكس حتى هي غادي نقول لكم الفرق ما بين السانت والايروكس وفي اللي مزيانه لك تقدر تسراه. الايروكس المعروفه بالنيترو، غنخلي لكم لي زانفورماسيون ديالها حتى هي باش تعرفوها مزيان. ليطا ديسپونيبل اي انها موجوده، كما قلت لكم كون كانت انديسپونيبل اي ما موجوداش. دات دو سورشي خرجت من لا فرونس في جونفي 2018. كونستركتور ديالها اي الباني ديالها الشركه اللي مكلفه بها هي ياماها. ديستريبيتور من خرجت من لا فرونس. لي طاريف ابارتيغ دو 3099 اورو الى حولناها للدرهم اللي هي العمله ديالنا غتولي هي 3,3800 درهم. الى لاحظتوا واحد الحاجه قبل ما نكمل لكم بريزونطاسيون، هي الثمن ديال الايروكس فاش كتخرج من لا ميزون هي 3,3800 درهم، والثمن ديال السانت فاش كتخرج من لا ميزون هو 2,8349 درهم. بيناتهم واحد الفرق كبير. هذا اول بروف كو انه ايروكس حسن من السانت. فهاد الحاله علاش قلت انا الايروكس حسن من السانت؟ لان الثمن عنده واحد الدور كبير. باغ اكزومبل الا خديتي واحد تليفون ب 5000 درهم وواحد تليفون لقيتيه ب 3000 درهم، هذا داير ب 5000 درهم وهذا ب 3000 درهم، ما يمكنش تلقى بحال هذا اللي داير ب 3000 درهم بحال 5000 درهم. ضروري اللي غتلقى اللي طالع في الثمن فيه دي زوبسيون حسن من اللي طايح في الثمن. فحال لا ديفيرونس ما بين الايروكس والسانت، الايروكس طالعه في الثمن على السانت، زائد الشركه اللي مكلفه بالايروكس اللي هي ياماها كيكون الثمن ديالها طالع لانها كتخرج ديزاين في لي موطو زوين. ودابا نكملوا البريزونطاسيون من بعد ما عطيتكم بروميير بروف اونتر الايروكس والسانت. في السيلندري فيها 50 سنتيمتر كوب اي انها ما كديباسيش 80 كيلومتر في الطريق بحال بحال السانت. الكاتيجوري اللي هي صنف سكوتر سبور البيرمي بي اس ار سور ام شنو كتعني؟ كما شرحت لكم قبيله هي اونسيان مو بروفي دو سيكوريتي روتيير اللي هي تكون عندها واحد شهاده سلامه سابقا على الطرق. لكن الايروكس حتى هي عندها 50 سي سي في السيلندري غادي تسوقها بلا بيرمي، لكن كما قلت لكم كون كانت عندها 125 في السيلندري غادي تحتاج البيرمي باش تسوق. دونك تكون هذه نهايه الفيديو، قلت لكم 10 المطار اللي تقدروا تبداو بهم كاملين. دونك تكون هذه نهايه الفيديو، كنتمنى نكون خفيف عليكم وما طولت عليكم بزاف.